السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وهكلمكم عن موقع احنا حققنا في خلال نص ساعة بالظبط دولار و40 سنت او 48 سنت. الموقع دوت ناس كتير كانت طالبه مننا ان احنا نشرحه. سعر الاستطلاعات فيه بيوصل لغاية 2 دولار و3 دولار للاستطلاع الواحد، الموقع صادق وبيدفع، بس الفكرة ان في بعض التركات فيه لازم تعملها عشان الاستبيان يكمل معاك وعشان تقدر انت تكسب منه فلوس. ولكن لو انت ما سمعتش الفيديو بتاع النهارده من اوله لاخره وفهمت هتعمل ايه بالظبط، انت هتخش تهبل في الموقع ومش تكسب اي حاجة. اديني بقول لك اهو عشان ما تجيش تتكلم في الكومنتات وتقول اصل انا الاستطلاع ما بيكملش معايا، اصل انا الموقع ما بيفتحش معايا، اصل انا الموقع اداني بلوك. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. واي حاجه فاضيه من الكلام دوت. انا عايز اوضح بس للناس حاجه، عشان في ناس بتبص على الكومنتات ديت وبتشوف الجانب السلبي فقط. في ناس بتشتغل في صمت وبتحقق فلوس. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني انا بشرح الموقع من هنا يا معلم وبلاقي ناس بتشتغل وبتنشر اثباتاتها في الجروب. في ناس تانية ما بتنشرش اثباتات اصلا وبتشتغل وبتكسب وبتسحب عادي كده وبتتفرج على الفيديوهات في صمت. الناس دي هي اللي فعلا بتحقق وبتكسب. تقول لي طب ايه الدليل على كلامك؟ اقول لك الدليل على كلامي ان انا بكسب نسبه من الاحاله. ما هو انا الشخص اللي انا جايبه دوت لو ما اشتغلش على الموقع وكسب من الموقع، انا مش هكسب من وراء اي حاجة. ده لو انا حاطط لينك احاله، يعني افترضنا افتراض ان انا جايب حد للموقع ونسبه الاحاله في الموقع دوت 10%، يعني الشخص دوت لو كون 100 دولار مثلا انا هكسب من وراه 10 دولار، فانا لما اكسب ال 10 دولار ديت ده معناه ان الشخص دوت اشتغل لل 100 دولار. ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله، انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. انتوا فاهمين الفكره؟ فيا جماعه انا عايز اقول لكم في ربح وبكسب من الاحاله، بيجي لي ربح احاله ساعات، طبعا مش في كل مواقع لان في مواقع بنشرحها اصلا ما فيهاش لينكات احاله ولا اي حاجه بس بنشرحها للافاده. فالمجمل الفكره ايه؟ ان في ناس شغاله وبتحقق فلوس وسكت. الناس بقى اللي ما بتحققش فلوس هي ايه؟ هي اللي بتلاقيها تنتقد في الكومنتات، اللي هي تقول لك لا الموقع ده وحش، الموقع دوت حلو، بيخشوا عشان يقيموا الفيديوهات مش عشان يستفيدوا منها. فدي ناس دماغها في حته ثانيه، سيبك منهم خالص. وعلى فكره الناس دي بتفيدنا، على فكره مش بتضرنا، يعني دي ناس على عيننا وعراسنا، اتفرجوا براحتكم وعيشوا حياتكم، انا المستفيد. ولكن انا بقول لك لصالحك انت، انت ابدا ان انت تتفرج على الفيديو وخد منه الافاده واتفرج عليه كامل، لان كل الفيديو بيبقى فيه معلومات كامله، وعشان تاخد المعلومه كامله لازم تتفرج على الفيديو. ربنا يعرفه بيه. بالعقل. صح. خصوصا ان احنا بنضغط لكم الفيديوهات وبيبقى فيها اكبر قدر من المعلومات في وقت قليل، ففيها ايه يعني ان انت تتفرج على فيديو 8 دقائق او 9 دقائق بدل ما تحتاس في الموقع وتخش ما تبقاش فاهم اي حاجه وتغلط. بص انا اسف ان انا طولت عليك، بس دي حاجه انا كان لازم اقولها لك وافهمها لك. انا واثق باذن الله ان انت محترف او مبتدئ هتستفيد جدا من الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يعجبك، وما تنساناش بدعمك اللايك المتين بتاعك والشير بتاعك لو بتشير، وما تنساش السبسكرايب المتين، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. موقع واي سينس يا جماعه واحد من احسن المواقع للربح من الاستطلاعات، والموقع دوت صادق وزي الفل، وليه كمان تطبيق على جوجل بلاي لو حابب ان انت تحمله وتشتغل من عليه في التليفون احسن بكتير لو انت حابب. ولكن الافضل عشان تاخد كل المميزات ان انت تشتغل من على الموقع الرسمي بتاعه. لازم تعرف ان شركه واي سينس يا جماعه دي شركه قديمه جدا، وهي يعتبر من اصل الاستطلاعات اللي كانت بتيجي من عليها. في مواقع كبيره زي سيرفي وتولونا يا جماعه بتحولنا على استطلاعات خاصه بواي سينس اصلا، فيعتبر واي سينس ده واحد من اصل المواقع الخاصه بالاستطلاعات. طريقه التسجيل في الموقع يفضل ان انت تخش من اللينك اللي في الديسكريبشن بتاعنا او اللينك اللي في الوصف عشان بتاخد بونص. بعد ما تخش من اللينك هتلاقي الصفحه اللي قدامك دي، هتبدا ان انت تكتب هنا الايميل وبعد كده الباسورد واي اجري يا معلم وجوين. بعد على طول ما بتسجل يا جماعه بتبدا ان انت تملى البيانات بنفس الطريقه وبنفس الفيديو بتاع تريكات الاستطلاعات يا شباب. يعني الفيديو اللي قدامك دوت لازم ان انت تتفرج عليه كويس وتملى فيه البيانات اللي انا ماليها هناك بالحرف، تاخدها كوبي بيست كده، لان في بيانات معينه لازم تتملي بطريقه معينه. حابب بس اقول لك ان احنا مجمعين من الموقع اهو في اقل من يوم يا جماعه 1 دولار و44 سنت. طيب الموقع دوت بيوفر لك اربع طرق يا جماعه اساسهم هم الاستطلاعات. فعشان نكسب من الاستطلاعات بنيجي عند كلمه بيت سيرفيز من هنا، وبنبدا ان احنا نخش ونملى البيانات اللي فيها يا شباب. زي ما انت شايف انا مفتوحه لي استطلاعات كتير، منها استطلاع واحد اهو ب 1 دولار و14 سنت، واقل استطلاع بقيمه 22 سنت يا شباب. طبيعي جدا ان مش كل الاستطلاعات دي هتشتغل معاك، ممكن من واحد بس منهم يشتغل معاك يا جماعه والدنيا تمشي معاك زي الفل. نخلي بالنا ان الاستطلاعات اللي ظهرت الكتيره ديت تبع شركه سي بي اكس، ودي طبعا شركه مشهوره اتكلمنا عليها قبل كده. اما شركه بولي فيش عامله لك استطلاع واحد، وشركه بيت لاب ما فيهاش استطلاعات حاليا. خلي بالنا من الرساله الحمراء ديت يا شباب، لان هنا الموقع بيقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله لك قبل كده، ان انت لازم تقرا الاسئله كويس وتجاوب بصوره صحيحه، لان انت لو هبلت اي حاجه هتاخد بلوك. طيب نخلي بالنا برضو ان في استطلاعات خاصه بالموقع ذات نفسه او استبيانات كده شخصيه بيبعتها لك، بيبدا ان هو ياخد رايك ويديك عليها 2 سنت. الحاجات ديت يا جماعه بتنزل يوميا، والاستبيانات دي بتتحدث كل ساعه، يعني انت ممكن تخش على الموقع كل ساعه تلاقي استبيانات جديده. طيب دي كانت طريقه الربح الاساسيه. تاني طريقه للربح يا جماعه وهي عن طريق الاوفرز. لو جينا هنا على خانه الاوفرز ودوسنا عليها هتلاقي يا معلم ان بيقول لك الاوفر
خاصة بواي سنس مش موجودة، ولكن لو لاحظنا هتلاقي شركات كتيرة موجودة الموقع بيدعمها زي اد جيم وزي يا جماعة اوفر تور وماي كليب اهو، كلها شركات مشهورة. ولو دخلنا عليها كده هتلاقي معلم ان هو بيديك الصفحة بتاعت التحميل الخاصة بالشركة جوه الموقع، ويبدأ ان هو ياخد منك البيانات. يعني على سبيل المثال هختار الموبايل اوفرز من هنا وابدأ اختار ان انا معايا تليفون اندرويد واعمل سيف، فابدأ كده ان انا املى البروفايل بتاعي بتاع الاوفرز. هتلاقي معلم اوفرز كتيرة اهي قدامك، على سبيل المثال الديلوكس بلوكس ديت يا شباب لو جيت هنا ودوست عليها هتلاقي ان دوت اوفر تقدر ان انت تعمله. اول ما توصل ليفل 25 هتاخد يا معلم المبلغ اللي مكتوب قدامك. طب المبلغ ده كام يا معلم؟ المبلغ دوت دولار و80 سنت. وهتلاقي اوفرز كتير يا معلم، منها هي واحده ب 4 سنت، واحده ب 9 سنت، ب 7 سنت. 7 دي يا جماعه يعني 7 سنت، 44 دي يعني 44 سنت، وهكذا بقى وهكذا. بالاضافه ان الشركه ديت من جواها في سيرفيز، يعني شركه اد جيم هنا في الموقع جوه الشركه في سيرفيز، لو دوسنا على خانه السيرفيز تبدا تملى البيانات او البروفايل اللي هنا، بس ضروري ضروري ان البيانات اللي هتملاها هنا تكون نفس البيانات اللي انت ماليها في واي سنت، والبيانات اللي انت هتملاها في واي سنت تكون على اساس الفيديو بتاع التريكات اللي احنا شرحناه ده، لو انت عايز تكسب فعلا من الموقع وتحقق ارباح. لكن لو عملت حاجه غير اللي بقول لك عليها هتلاقي ان مفيش استطلاعات بتجيلك، هتلاقي ان مفيش استطلاعات بتكمل، وعمرك ما هتكسب ولا شيء من الموقع. قيس بقى على كده كل الشركات التانيه زي اوفر تور وزي ماي كليبس يا جماعه وغيرها من الشركات اللي قدامك في كذا شركه فوق. الطريقه الثالثه والاخيره واللي ممتازه هي الاحالات يا شباب. ربح الاحالات هنا في الموقع ممتاز جدا. الموقع بيقول لك على كل احاله فعلها تجيبها لي هتقدر ان انت تكسب منها 10 سنت لغايه 30 سنت. مش بس كده، الموقع بيقول لك لو جبت الشخص وكمل 5 دولار في الموقع وفضل شغال عليه وزي الفل انت هتكسب 2 دولار بونص غير ال 10 سنت او ال 30 سنت اللي هتاخدهم. زيد على كده ان كل ما الشخص اللي انت جايبه يكون فعال وبيشتغل اكتر هتكسب نسبه 20% من الارباح بتاعتك. الحقيقه نظام الاحالات في واي سنس عالمي وممتاز، بيتفوق على كل المواقع الثانيه بتاعت الاستطلاعات يا شباب. والاهم من كل ده انه صادق، ان هو مش هيضحك عليك في حاجه ولا مش هيدفع لك فلوسك، كل حاجه هتدفع وكل حاجه بتوصلك وزي الفل. عشان تسحب من الموقع وتيجي عند كلمه كاش اوت من هنا يا شباب هتلاقي طرق الدفع اللي موجوده قدامك. عندك سكريل يا معلم من اول 5 دولار برضو. عندك الباي بال، عشان تسحب لازم اقل حاجه يبقى معاك 10 دولار. عندك ستيم وعندك بايونير يا معلم، بس البايونير لازم من اول 25 دولار. فانا معايا دلوقتي 1 دولار و44 سنت اقدر ان انا اسحب على امازون دي اي دوت يا شباب، ولكن انا طبعا مش هسحب وهخلي الفلوس معايا وهكون واحوش لغايه اما اسحب على الباي بال يا اما على البايونير. انت اول ما بتكمل لحد يا معلم بتبدا ان انت تيجي هنا وتدوس على كلمه جيت ريورد وتبدا ان انت تملى الباسورد بتاعك، وبيتبعت لك يا معلم رساله بالمبلغ ووصوله بعد مرور يوم او يومين بحد اقصى، ولكن اول سحبه ممكن تاخد معاك لغايه 7 ايام او 10 ايام. ضروري جدا جدا ان الايميل اللي انت هتسجل بيه في الواي سنس يكون هو نفس الايميل بتاع الباي بال ونفس الايميل بتاع البايونير ده لو انت هتسحب على البايونير. وخلي بالك ان انت مش هتقدر تغير الايميل بتاعك، لو دخلت على البروفايل مش هتقدر ان انت تغير الايميل بتاعك بعد ما تعمل تسجيل في الموقع، فضروري الايميل بتاعك من قبل ما تسجل في الموقع يكون جاهز ومجهز ان هو متسجل عليه الباي بال او متسجل عليه البايونير يا معلم. طيب انت واحد مثلا كنت عندك حساب في واي سنس قبل كده وعكك الدنيا والدنيا خربانه معاك، هل كده خلاص راحت عليك؟ بكل بساطه هتبدا ان انت تيجي هنا عند اسم البروفايل بتاعك وتدوس على كلمه بروفايل اند سيتنج، هيفتح لك الصفحه اللي قدامك دي. هتيجي عند كلمه كلوز اكونت من تحت هنا وتدوس عليها ويبدا ان هو يبعت لك رساله تفعيل على الايميل بتاعك وتقفل الاكونت بتاعك خالص في واي سنس. بعد كده تبدا ان انت تيجي على الهيستوري من هنا يا شباب وتبدا ان انت تمسح الذاكره بتاعت المتصفح خالص بتاعك عن طريق كلير براوزر داتا من هنا، وتبدا ان انت تختار هنا اول ذا تايم، وتيجي عند ادفانسد وتختار اول ذا تايم، وبعد كده كلير داتا يا معلم، وتبدا ان انت تخش من اللينك بتاعنا وتفتح على نظافه اكونت جديد. وبما انك دخلت من اللينك بتاعنا ممكن تاخد بونص 10 سنت، ممكن تاخد بونص 20 سنت انت وحظك. نخلي بالنا ان في الجنب هنا حاجه اسمها البونص يا جماعه، البونص دوت لو انت كملته بتاخد زياده على الفلوس اللي انت كسبتها من الموقع. على سبيل المثال هنا بيقول لك لو كملت استطلاعين في الموقع وكملت 2 اوفر هيبدا ان هو يديك مبلغ زياده على المبلغ اللي انت هتكسبه. يعني على سبيل المثال المجموع بتاع الفلوس بتاع الاثنين اوفر والاثنين استطلاعات مثلا 10 دولار هيبدا ان هو يديك 15 دولار بدل ما يديك 10 دولار في الموقع. نيجي للطريقه الرابعه اللي هي اد اون ديت يا جماعه. الاد اون ديت عباره عن ايه؟ عباره عن اكستنشن بتبدا ان انت تثبتها في الموقع بتاعك او بتثبتها في الكروم بتاعك، بتبدا ان انت تثبتها كده زي ما انت ما شايف، ويبدا ان هو يعرض لك الشاشه او الصوره اللي قدامك ديت، ودي بتبقى ميزتها ان هو بياخد معلومات حبه عنك وبيبدا ان هو يعرض لك استطلاعات اكتر بناء على المعلومات ديت. فانا واحد من الناس بفضل ان الناس كلها تبدا ان هي تثبتها، وانا شخصيا هثبتها اهو قدامك، فبالتالي انا كده هتزيد فرصه ان يجي لي استطلاعات اكتر في الموقع يا شباب. اديني ثبتها زي ما انت ما شايف اهو، وهنا عارض لي الفلوس بتاعتي اهو وعارض لي كل حاجه قدامي يا جماعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Remember to like and subscribe.